عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معكم عن مشكله يواجهها تقريبا اكثر مستخدمين ابل، هي سوء الكواليتي في اسلاك ابل. طبعا اكثر الاشخاص يخترب معهم السلك من هنا، مثل ما تشوفون الصور هنا منقطع. طبعا بالنسبه لي انا ما اتذكر سلك يخترب عندي، لاني استخدمه بطريقه، راح اعلمكم الحين الحل كيف تستخدم السلك بطريقه طبيعيه. اول حاجه معروف، تستخدم السلك قاعد تشحن جوالك، شحنات تمر في نفس السلك راح يصير ساخن، شيء طبيعي. ابل الكواليتي حقها ضعيف فراح يحمى السلك، السلك اذا حمى راح يكون مرن. تستخدم جوالك، لا تستخدم جوالك بطريقه مثلا تحطه على صدرك او شيء، راح تعوج المكان هنا، بما انه راح يكون ساخن راح يكون مرن فراح يتقطع مع الفتره من هنا. تحطه في الشاحن ممكن تستخدمه، لكن اهتم في ذي المنطقه انه لا تعوجه وانت تشحن الجوال. او انه في حلول ثانيه، طبعا مسوي فيديو تقريبا قبل 6 أو 7 سنوات فقناتي القديمة، رابط الفيديو تحت موجود، طريقة قديمة ويدوية انك كيف تحط مثل الخيط تحمي جهازك بالطريقة اليدوية، ما يحتاج تشتري اي شيء، تقدر تجيب خيط بس تقوم هذه المنطقة. او في طرق ثانية انك مثلا تشتري هذه القطعة بلاستيك، اتوقع تنباع في اليكسبرس، اي شخص يبحث عنها يحصلها. الطريقة الجديدة راح اوريكم اياها الحين ان تشتري هذه المادة. طبعا هذه المادة مش مختصرة بس على الأسلاك، تقدرون تحطونها مثلا لو عندكم قدر أو شيء، أي مكان عندك، حتى لو إنه أماكن تحت الماء تقدر تصير فيه مثل ما تشوفون في الفيديو. طيب هذه القطعة مثل ما تشوفونها تقدر تستخدمها في الجلاس أو السيراميك أو الخشب أو بلاستيك أو أي نوع ماتيريال. أول ما طلعت تقدر تبدأ تحطها في المكان اللي تحتاجه في 30 دقيقة، بعد ما تحطها بعد 24 ساعة راح تكون معاك مرنة وقوية مثل ما تشوفون هذا بالوصف على السلك. رابط القطعة راح تحط لكم تحت، طبعا في أنواع، في لون أسود وأبيض، في ألوان ثانية بعد تقدر تختارها أنت بكيفك. راح نبدأ معاكم الحين، راح أحط معاكم اللون الأبيض، هذه تجي كذا في العلبة. طبعا مثل ما قلت لكم تجي ألوان ثانية، أنا ما اخترت اللون الأبيض الأسود. قبل ما نفتحها أقول لك إن مقاوم للحرارة والبرودة وضد الماي، ضد الصدمات الضربات، وراح تكون قوة الحمل حقها والضغط عليها راح يكون 2 كيلوغرام، وراح تكون مقاومة للعوامل الجوية المناخ وقوية ومرنة، وتقدر تركبها على اي ماتيريالز، على اي نوع مثل ما تشوف هنا مكتوب الانواع، وبتكون دربل يعني فليكسبل وممتاز والاشياء ذي كلها. قبل ما نفتح العلبة طبعا راح اركبها على سلك الايباد الجديد. نفتح القطعة معاكم، بنمسها بالمسحجين يعني شيء خفيفة مرة، ما توقعتها راح تكون كذا. تقدر تلعب فيها ما تشوفون، تشكلها بالطريقة اللي تبيها أنت، تقدر بعدين تحطها كذا.
تقدر تحطها من جهتين، بس انا راح احطها من جهة واحدة، ما راح استخدم الجهة الثانية، لاني راح اشبكها من ذي الجهة، والجهة الثانية راح تكون في الشاحن، ما راح تتأثر. اتوقع كذا راح تكون ممتازة. راح نتركها معاكم الى 24 ساعة. اليوم التاريخ عندي 24 نوفمبر، راح انتظر معاكم الى 25 نوفمبر بكرة. راح اترك السلك كذا مثل ما قالوا هنا، راح تبدأ تتماسك بعد نص ساعة، فعندك نص ساعة انك تلعب فيها تقريبا كذا. ممتاز عندي، راح اتركها معاكم ونرجع بكرة. السلام عليكم، رجعت معاكم بعد يوم كامل من ترك المادة تمسك. طبعا اليوم 25 الحين مثل ما تشوفون. طبعا كان ارجع على الساعة 11 صباح، لكن كانت عندي ظروف توني راجع البيت، فخذنا اكثر من 24 ساعة بعد ما مسكت المادة. من امس كنت اقدر اضغطها اول ما حطيتها، الحين اقدر اضغطها برضو، بس انها صايرة قاسية. الحلو فيها انها قاسية وبرضو مرنة مثل ما تشوفون، يعني مرنة مش لديك الدرجة، بس مرنة تقدر تلعب في السلك، وبرضو ماسكة ما تشوفون. اتوقع الحين السلك يعني اقدر احطه مثلا كذا، لو بركبه في الجوال او الايباد او اي جوال، مثلا هذا الجوال تكون كذا ممتاز. اتمنى الفيديو عجبكم، هذه اسم المادة، واللي حابب يشتريها رابط حقها تحت في الوصف. وفي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، وانتظرون فيديوهات ثانية، والسلام عليكم.